باش يكون واقعي كراس لانو باش ولا كيخرج تقريب لانو الادبي في مشاركه مشروع كان سي كانطو ما كانش هادشي كانوا كيجيو لا الحقيقه هي هذه هذا انجاز اسمح ليا من تقريبا هذه واحد اربع سنوات كراس هاد الرجال هادو باش ولا كيخرج تقريب الادبي والمالي ولينا فعلنا مؤسسة الموقرين ما بقاش المؤسسة اللي كتمشي تاكل الحلوة وتصفق وتخرج ياك وكراس هادشي اليوم أول خطرة في التاريخ ديال حسين الأكادير كيكونوا لائحتين متنافستين واش دابا نتوما إذا كنتو تؤمنون بالديمقراطية راه الديمقراطية هي هذه. أولا شكرا لكم المنابر الإعلامية على تلبية الدعوة اليوم اللي اليوم كانت المناسبة ديال عرض البرنامج ديال اللائحة المتنافسة إن شاء الله على رئاسة حسين الأكادير اللائحة اللي كيقودها سي أمين دور. سي أمين دور تقريبا عرض عليكم الخطوط العريضة اللي إن شاء الله غادي نحاولوا نشتغلوا بها في هذه المدة ديال الانتدابية في حالة ما السادة المنخرطين أو برنامج الفريق وضع الثقة ديالو في هذه اللائحة. غير احنا عارفين الإكراهات اللي داخلين عليها، عارفين الصعوبات اللي داخلين عليها، لكن ما يمكنش نديروا سياسه كرسي الفارير. اليوم ما كانت ديمقراطيه اول مره في تاريخ حسن الأكادير باش يكونوا لائحتين متنافستين، وهذه قمه الديمقراطيه اللي التوافق كيكون دائما كيكون بتنازلات، كيكون التوافق مع عمره كيكون بشروط. اليوم خلاتنا الامور نمشيو باش تكونوا لائحتين. نتمنى نكونوا عند حسن الظن ديال جماهير ديال حسين الأكادير، لان حسين الأكادير اسم كبير ما يمكنش نجيو نغامروا به. نتمنوا ان شاء الله الانقاذ ديال الفريق من هنا في هذه العشر مقابلات او ثماني مقابلات، لانه غادي ندخل الى 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 الاخوان برنامج الفريق ذا الثقة في هذه المجموعة هذه إن شاء الله اللي غتتسير، مجموعة اللي كتكون من مسيرين سابقين من 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 ناس مقاولتين، لأنه التسيير راه كيكون مرتبط بالمقاولة. عندنا الحمد لله إن شاء الله ضمانات من ناس، حنا ما يمكنش اليوم نقولوا حتى يتم 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 الفوز ديال 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 هذه المجموعة هذه اللي كيقودها أمين دور. في الاخير كنقول لكم وين يعلم الله وفي قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا، وشكرا لكم. نحن نؤمن الحدود غادي تكون، احنا نؤمن احنا ما دخلنا حتى واحد الغالبيه ديال المنخرطين اللي هما اللي دفعوا بينا واختاروا هاد الاخوان هادو. نتمنى ان شاء الله نبقاو متكتلين حتى اليوم الجمع العام، وعندنا نسبه كبيره ان شاء الله ديال الفوز، واللي فاز سنهنئه، فازت اللائحه الاخرى. انا اللي كيهمني هو تفوز الحسنيه ان شاء الله. هناك من يقول بان اخ منوش حاول او سيحاول انه يقرب وجهه النظر، واش تقيتوا شي تقول؟ لا تعليق، لانه احنا لا علم لنا بهذه المسائل. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.